السلام عليكم، أهلا بكم في ثنايا الخبر. تحذر أنقرة من وصول تل أبيب إلى حدودها بشكل واضح وجلي. خريطة تعود لميدل إيست آي توضح الطريق الذي سيفضي إلى ذلك عبر ممر بري ينطلق من الجنوب السوري إلى مناطق سيطرة قسد. لكن ثمة عقبات كبيرة أمام التطبيق، وما يجري الحديث عنه يبقى مجرد فرضية. وهنا يمكن التساؤل، لماذا تثير أنقرة هذا الحديث في هذا التوقيت؟ وهل لدى تل أبيب بالفعل النية على تطبيق ذلك؟ وما هي الحقائق على الأرض الواقع في الجنوب السوري؟ وهل هناك مؤشرات عسكرية؟ وما هو موقع المعارضة السورية من هذه التطورات؟ كل ذلك وغيره يسرني أن أناقشه مع ضيوفي، مع السيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حران، يحدثنا من عمان، كما ينضم إلينا السيد أحمد حسن صحفي ومدير مركز القارات الثلاث يحدثنا من اسطنبول. مرحبا بكما ضيفاي ومشاهدينا الكرام. فاصل قصير ثم نعود لنبدأ هذا الحوار. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، وأجدد الترحيب بضيوفي السيد أحمد حسن صحفي ومدير مركز القارات الثلاث يحدثنا من اسطنبول. مرحبا بك معنا سيد أحمد، وأرحب أيضا مجددا بالسيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع أحرار حران يحدثنا من عمان. واسمحوا لي ضيوفي ومشاهدينا أن أبدأ مع السيد أيمن أبو محمود، ربما ليطلعنا على تفاصيل الواقع في الجنوب السوري. مرحبا بك سيد أبو محمود. حقيقة الجميع يريد أن يشاهد ما يجري في جنوب سوريا. إعلام النظام التابع لسلطة الأسد ربما لا يصور شيء، لكن على الأقل ربما نستطيع رسم تصور لما يجري على حدود الجولان المحتل وآخر التطورات لديك. سيد أبو محمود. نعم أستاذ إبراهيم، الآن نسمعك، تفضل. تحية لك أستاذ إبراهيم ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين لقناة حلب اليوم. حقيقة في الأيام القليلة الماضية كان هناك أنباء بأن القوات الروسية ستنسحب من عدد من نقاط المراقبة على محاذاة منطقة الجولان المحتل. طبعا هناك نحو 17 نقطة مراقبة روسية، هذه النقاط تتوزع بين الصغيرة والكبيرة. نتحدث عن أبرز هذه النقاط في تل مسحرة، نقطة تجميع كبيرة للقوات الروسية، وتل الشعار، وأيضا تل الحارة الاستراتيجي شمال غرب درعا، هذا التل الذي يشرف على مساحة كبيرة. طبعا هذا الانسحاب جاء بعد ردود أفعال بأن هناك نية للاحتلال الإسرائيلي بأنه سيقصف عدد من النقاط العسكرية لقوات النظام والتي يتواجد بها عناصر لميليشيات تابعة لحزب الله اللبناني. طبعا وصلت عدة تقارير للاحتلال الروسي أيضا تشير إلى ذلك، لكن قوات فضل الاشتباك الأممية أعادت القوات الروسية إلى تل الحارة بعد يومين من انسحابها. هذه العودة يعني ترجمت بأنه تم تفتيش عدد من النقاط العسكرية وتحديدا مقرات داخل تل الحارة للتأكد من خلوها من تواجد ميليشيات أجنبية. طبعا إبراهيم لك وللسادة المشاهدين أود أن إيضاحه، ميليشيا حزب الله اللبناني والميليشيات الأجنبية تأتي إلى محافظة درعا وإلى محافظة القنيطرة بشكل متخفي، تأتي لعدة مهام أمنية نذكر أبرزها: القيام بالرصد والاستطلاع بالقرب من منطقة الجولان المحتل، بالإضافة إلى نقل شحنات الأسلحة من هنا إلى هناك. هذا أبرز، وهذه أبرز المهام الأمنية. سيد أبو محمود، بالنسبة لما تقوم به تل أبيب لتكتمل الصورة والمشهد، جرى الحديث عن إنشاء
أو التعمق في الأراضي السورية وتمديد أو تعميق الشريط الحدودي وإنشاء شريط حدودي جديد في على طول امتداد الأراضي المحتلة، لو تحدثنا عن ذلك؟ نعم بالضبط، قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي تقدمت يوم الجمعة باتجاه منطقة كودنا، هذه بلدة كودنا بالقرب منها تل الأحمر الغربي، تجاوزت القوات الإسرائيلية تل الأحمر الغربي ووضعت أسلاكا شائكة، شريط شائك على امتداد 500 متر وعرض 1000 يعني متر. تل الأحمر أصبح داخل الأراضي المحتلة؟ بالضبط، طبعا القوات الإسرائيلية انسحبت بعد أن توغلت وقامت بتجريف عدد من الأشجار الحراجية وضمن هذه الأراضي، وأبلغت السكان بأنها ستعود لكنها وضعت الأسلاك الشائكة ثم عادت إلى وراء إلى منطقة الجولان المحتل. على الصعيد الآخر أيضا بالقرب من وادي جملة، نتحدث عن وادي الرقاد التابع لنهر حوض اليرموك، أيضا تقدمت يوم الخميس الفائت القوات الإسرائيلية وصادرت أكثر من 300 رأس من الماعز وأعادتها قبل عدة ساعات إلى وادي جملة، طبعا بعد تفتيشها والتأكد من خلوها من متفجرات قد تكون ميليشيا حزب الله اللبناني وضعت بها متفجرات بالقرب من حدود مع الجولان. إذن هناك أنشطة لتل أبيب في المنطقة واضحة وجلية. اسمح لي سيدة أيمن أبو محمود، بعد أن اطلعنا على الواقع الميداني في جنوب سوريا، أنا أنتقل إلى ضيفي السيد أحمد حسن وهو صحفي ومدير مركز القارات الثلاث يحدثنا من اسطنبول. مرحبا بك معنا السيد أحمد. الحقيقة ربما يبدو من المريب أو الغريب للوهلة الأولى ربط التطورات في أقصى جنوب سوريا للحديث عن أقصى الشمال وتحديدا تركيا، لكن هذا ما تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ربما، وأشارت مصادر إعلامية أخرى تركية إلى ذلك، عن يعني عن احتمالية وصول تل أبيب إلى قرب الحدود التركية. لماذا تتحدث أنقرة عن هذا السيناريو في هذا التوقيت؟ لك ولضيفك وللجمهور الكريم. أهلا. أنقرة تنطلق في هذه التصريحات من معطيات حقيقية وليس من معطيات وهمية، يعني هم يفترضون السيناريوهات التي تعمل عليها إسرائيل خلال المرحلة الحالية والمرحلة السابقة والمرحلة القادمة، ويقولون الشمال السوري جزء رئيسي من هذه التحركات. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول فيها هو أن إسرائيل حاليا في وضع التصادم مع المشروع الإيراني في المنطقة، وهذا يعني أن منطقة العمليات الاستخباراتية الإسرائيلية باتت تشمل أيضا خصوم إيران، وهذا يعني أن تكون مناطق المعارضة، مناطق قسد، الدول التي لها مشكلات مع إيران في القوقاز، في دول بعض الدول المجاورة لإيران، ستكون مكان عمل المخابرات الإسرائيلية ومكان عمل عملياتها بما فيها تركيا، بسبب توافر لاجئين سوريين، لاجئين من دول أخرى عراقية وغيرها، هجرتهم إيران، هجرهم حزب الله، يتم افتراض أن وضع هؤلاء أيضا ضمن رادارات الاستعانة بهم من عدة جهات، دولية في هذا الجانب. يعني حسب وجهة نظر المخابرات التركية ستعمل إسرائيل على عمليات استخباراتية داخل تركيا يتم فيها استغلال الأجانب من الطرفين، يعني حلفاء إيران وخصوم إيران، في عمليات استخباراتية متبادلة قد تشمل استهداف بعض الشخصيات، جمع معلومات عن بعض الشخصيات، جمع معلومات عن بعض الأهداف، وهذا يعتبر تهديد للأمن القومي التركي في المرحلة الأولى، لأن يوجد ملايين من الذين هجرتهم إيران من العراق وسوريا ومناطق أخرى يتواجدون في تركيا، وقد يتم العمل على اختراقهم يعني في نشاطات استخباراتية. سيد أحمد، الحديث عن نشاط استخباراتي وليس عسكري؟ لا، نحن نتحدث عن تركيا، نقول هنا في تركيا لا يوجد نشاط عسكري، عندنا في مناطق الشمال السوري مناطق المعارضة هي مناطق على تماس مع حزب الله وإيران، وهذا لن يهمل أيضا من إسرائيل ومن المخابرات المتعاونة مع إسرائيل، يعني هؤلاء سيكون وضعهم ضمن رادار
التعاون، رادار الاختراق أيضا وارد في معطيات المخابرات التركية. ثم لدينا مسألة مهمة جدا، نحن نتحدث عن استهداف خطوط الإمداد الخاصة بإيران باتجاه الجبهات التي تعمل على الردع تجاه إسرائيل، يعني باتجاه لبنان. هذا يشمل مناطق القصير، مناطق الزبداني، مناطق حلب. لماذا؟ لأن المخازن الاستراتيجية الرئيسية لإيران ليست متواجدة على هذه الخطوط، وإنما متواجدة في الشمال السوري أيضا. يعني عندنا معامل الدفاع في النيرب، عندنا الراموسة، عندنا الليرامون، عندنا الحاضر. هذه إيران تعمل فيها منذ عدة سنوات، هندسيا تحفر تبني. كل هذه أهداف تعتبر يعني مخازن استراتيجية لإيران للسلاح النوعي، للسلاح المتوسط. هذا في هذه الزاوية ماذا يقلق أنقرة؟ ما يقلق أنقرة جانبان. الجانب الأول قيام إسرائيل باختراق تجمعات عسكرية تدعمها أنقرة. يعني هنا ستعاني أنقرة من وجود يعني إسرائيل على خط الاستعانة ببعض الذين دربتهم تركيا. هذا يعني لا أتحدث هنا عن وجود تعاون، أنا أقول قد يكونون ضمن دائرة الاستهداف. يعني يمكن أن تقوم إسرائيل الولايات المتحدة بوضعهم ضمن دائرة الاستهداف. ثم لا ننسى مواقع التصادم بين الجيش الوطني وقسد أيضا في هذه المناطق، وتركيا تعتبر أن هناك تعاون كامل ما بين قسد وإسرائيل في هذه الجوانب. فلهذا تعتبر أن النشاطات الإسرائيلية ليس بالضرورة ستنتقل بمعركة عسكرية باتجاه سوريا والشمال السوري، وإنما بالتعاون العسكري والأمني وتعاون أكثر اتجاه، يعني بحجة الهجوم على إيران، بحجة التجسس على إيران، قد تقوم إسرائيل بدعم قسد بنشاطات متطورة، بنشاطات تعاون، ولا سيما أن الولايات المتحدة لا زالت تعتبر قسد جزء رئيسي من التحالف في مكافحة الإرهاب أو تنظيم داعش. ولهذا السبب وجدنا لأول مرة يوم أمس قام المتحدث باسم الخارجية التركية باستهداف موضوع العقوبات على سوريا، وباستهداف موضوع يعني حالة الطوارئ التي مددتها الولايات المتحدة. سابقا لم يكونوا يستهدفون حالة الطوارئ، لكن تم استهدافها بالتصريحات الأخيرة والإشارة إلى أنهم لا يدركون المتغيرات على الأرض. والإشارة ليس أن المتغيرات على بشار الأسد كما فهم الكثير، لا، الموضوع الإشارة إلى المتغيرات المتعلقة التعاون الإسرائيلي مع قسد وما يمكن أن يجلبه من دمار على المنطقة وتوسعة النشاطات وبناء خريطة جديدة في المنطقة. هل يعني أيضا هناك خريطة نشرت لميدل إيست آي تم تداولها حقيقة والحديث عنها، عن معبر عسكري يصل الأراضي المحتلة من فلسطين مرورا بأراضي الجولان المحتل، وخط بري يصل إلى مناطق سيطرة قسد. تم تداول هذه الخريطة، هل تراها نعم. منطقية؟ نعم نعم نعم. لا ننسى أن بعد إيقاف غرفة الموك وغرفة الموم وما حصل في تركيا من محاولة الانقلاب الفاشل، يعني المشاريع العسكرية والأمنية تقريبا انتقلت من مراكز الناتو التي كانت في الأردن وفي تركيا وتوجهت إلى كردستان، ثم تم تجميدها. يتم حاليا الحديث عن إمكانية عودة هذه النشاطات للعمل، ليس بهدف الدخول في القضية السورية، وإنما بهدف التصادم ما بين المشروع الإيراني والمشروع الإسرائيلي. لهذا السبب نحن نرى حاليا أن الأردن، الضفة الغربية، لبنان، سوريا، العراق، كلها ضمن الأهداف الإسرائيلية والأهداف الإيرانية. الطرفان يشكلان حاليا تهديد مباشر على مصالح الأمن القومي التركي. لماذا يشكلان تهديد مباشر على مصالح الأمن القومي التركي؟ أول شيء، مشروع الربط ما بين المنطقة الجنوبية والحدود العراقية السورية حتى الشمال السوري، الشمال الشرقي السوري. هذا المشروع تعتبره أنقرة تهديد للأمن القومي التركي، وهو يعني أن إسرائيل ستقوم بالتعاون مع الولايات المتحدة بمد خط تعاون من إسرائيل مرورا عبر التنف حتى وصوله إلى الكوريدور الأمني المهدد لتركيا الذي تسميه تركيا الكوريدور الرئيسي. يعني تركيا تقول نحن عرقلنا
إمكانية وصول مشروع قسد إلى البحر المتوسط ومنها إلى إسرائيل عن طريق الشمال السوري، فقد يتم بناء هذا المشروع عبر الحدود العراقية والجنوب السوري باتجاه المشروع الإسرائيلي. لماذا؟ هل هذا غير موجود؟ نعم موجود، هو في أدبيات إسرائيل أصلا. حتى إيران اعتمدت هذا المشروع كجزء من أسباب تموضعها في سوريا ولبنان والعراق، وقالت إذن يعني السيد أحمد حسن الذي يتحدث عن أن هذا خيال ووهم ولا يتعلق بالواقع، أنت ترد أن هذا له جذور؟ نعم، هذا له جذور. يعني اليوم تواجد إيران في هذه المناطق ليس خيال. يعني اليوم إيران أكبر بنية عسكرية لها أين موجودة؟ في الشمال السوري وفي الجنوب السوري. نعم. يعني إيران أين تتواجد بكثافة؟ سيد أحمد، في الجنوب السوري والشمال السوري. اسمح لي سيد أحمد أستغل وجود السيد أيمن أبو محمود معنا، ربما ليطلعنا على الواقع الميداني أيضا. نعود إلى الجنوب، وهنا يعني نعود ونذكر يعني الحديث تارة عن شمال سوريا أقصى الشمال ثم العودة إلى أقصى الجنوب لنفهم من أبو محمود ما يرتبط بهذه القراءة التي تفضل بها سيد أحمد الحسن. سيد أيمن أبو محمود، بحسب اطلاعك على الواقع العسكري والميداني في الجنوب السوري، هل هناك بوادر لدخول إسرائيلي أو ربما تغير الخارطة والسيطرة العسكرية اليوم في جنوب سوريا بحسب قراءة ميدل إيست آي والتي تفضل وشرحها السيد أحمد الحسن؟ نعم سيد إبراهيم، حقيقة هذا متوقع أن يكون هناك توغل إسرائيلي، ومن يمنع أصلا جيش الاحتلال من التقدم؟ كان يعني عناصر النظام كانوا بالأمس على مقربة من التوغل قبل يومين من التوغل الإسرائيلي، وكانوا يعني لا يحركون ساكنا، كانوا يشربون الشاي بحسب مصادر من أبناء المنطقة. لذلك يعني لا أعتقد بأنه سيكون هناك مجابهة إن كان هناك توغلا إسرائيليا في محافظة القنيطرة، ومن المتوقع أن يكون هناك تقدما من قبل إسرائيل لتأخذ مناطق جديدة في محافظة القنيطرة. هذا ما يتوقعه الكثير من اليوم من أبناء، لكن اليوم نحن نتحدث عن أعمق من القنيطرة، نتحدث عن خط طويل بري يصل حتى البادي، يعني مناطق قسد، ربما يعني توضح لنا الجغرافيا هناك وأيضا إمكانية حصول هذا. لا أعتقد بأن هذا الأمر يحصل أستاذ إبراهيم على المدى القريب، لأن هناك ميليشيات أجنبية متواجدة في هذه المنطقة، وهناك ميليشيات متعددة تدعمها أجهزة النظام الأمنية في هذه المناطق، إن كان في درعا، القنيطرة والسويداء، وبوصولا إلى منطقة التنف. هذا كله أصلا هناك خطوط تهريب، وهناك مجموعات تتبع لأجهزة النظام الأمنية، وبعضها محسوب على الجانب الروسي وبعضها على الجانب الإيراني. لذلك هناك حرب، صراع بين حتى داخل أجهزة النظام الأمنية، هناك حرب نفوذ أمنية، كان المخابرات الجوية أو المخابرات العسكرية، كل يريد أن يكون له السطوة والنفوذ الأوسع ضمن مناطق سيطرته. من المعروف أن الجوية في ريف درعا الغربي، يعني سيد أيمن أبو محمود أنت تشير إلى تأمين هذا الخط، إمكانيته بوجود ميليشيات سيصبح صعبا أن يكون هذا الخط البري آمنا. بالضبط، لذلك لا يمكن لإسرائيل أن يكون لها توغلا ضمن هذه المناطق الثلاث، لأن هناك ميليشيات أجنبية تتصارع ضمن هذه المناطق، وهناك أيضا قسم يعني خارج هذه المعادلة، هم فصائل المعارضة الذين يجابهون هذه الميليشيات جميعها، وهناك استفزازات أيضا تأتي من قبل هذه الميليشيات باتجاه منطقة الجولان المحتل. أصلا الوجود الإيراني ووجود مستودعات السلاح ضمن بعض القطاعات العسكرية التابعة للنظام، إن كانت تتبع لإيران وحزب الله اللبناني، هذا ما تتذرع به أصلا وما يتذرع به الجيش الإسرائيلي باجتياحه لهذه المناطق. دائما يكررون هذه يعني الروايات بأن هناك وجود لهذه الميليشيات، وهناك فعلا وجود لميليشيات أجنبية تأتي وتستطلع وترصد بشكل مستمر وتنقل شحنات الأسلحة إلى موقع. هل تتوقع سيد أبو محمود أن إزاحة هذه الميليشيات من المنطقة سيأخذ وقتا وجهدا من تل أبيب؟ ليس فقط من تل أبيب، يعني حتى من أي جهة أخرى تريد إخراج هذه الميليشيات، حتى النظام نفسه اليوم كان
حديث بأن هناك ضغوطات على النظام السوري بأن يخرج إيران من المنطقة، ولا أعتقد بأن إيران التي مكنت النظام من السيطرة عام 2018 على السيطرة على الجنوب السوري التي إيران تعتبره استراتيجيا وبوابة لتهريب المخدرات إلى دول الخليج العربي، لا أعتقد بأنها ستنسحب من هذه المنطقة بسهولة. اليوم هناك إيران تخترق منظومة النظام الأمنية ضمن الجنوب السوري، وكان هذا واضحا من خلال العديد من المواقع اليوم التي تتمركز بها هذه الميليشيات الأجنبية، كان من الحشد الشعبي العراقي أو إن كان من الإيرانيين أو إن كان من ميليشيا حزب الله اللبناني وميليشيات أخرى، تأتي وتنتقل من قطعة عسكرية من لواء 12 في مدينة إزرع إلى تل القائد ضمن فوج جباب إلى مطار الثعل العسكري إلى أيضا بعض التلال العسكرية في ريف القنيطرة التي تأتي وترصد من خلالها. لذلك أعتقد بأن لا يمكن لهذه الميليشيات أصلا أن تجابه تل أبيب في حال لو قررت اجتياح هذه المناطق، بل أعتقد أنها ستجتاح بوجود هذه الميليشيات. نعم، أعود إلى السيد أحمد الحسن. سيد أحمد، تفضلت وشرحت ربما المشاريع في المنطقة، سواء الرؤية الإسرائيلية وحتى الرؤية الإيرانية، لكن والتخوف التركي من ذلك، لكن لابد أن يكون لدى أنقرة حلول وإجراءات فعلية يعني تترجم هذه التخوفات. هل هناك من قراءة لأي احتمالية أو سيناريو قد تنفذ أنقرة في المنطقة؟ نعم، للأسف حاليا الوضع معقد. يعني أنقرة تقوم على بناء يعني آلية عمل مشتركة مع الجامعة العربية وبالذات مع مصر ودول الخليج من أجل إدراك مخاطر هذه التهديدات والعمل على تحجيمها إلى حدودها الدنيا. يعني تركيا تقول أن هذه النشاطات لها هدفان، هدف قريب وهو بناء يعني إعادة تقسيم المنطقة بطريقة تستفيد من الظروف الحالية على المستوى العسكري والأمني، وهنا يتم الإشارة إلى بعض الأحداث التي حصلت في الفترة الماضية ولم يكن لها تفسير. يعني مثلا أسد قامت بالفترة الماضية قبل عدة أشهر بإنسان نداء إلى الجنوب السوري إلى المناطق السويداء، وقالت نحن ندعم هذه التظاهرات، وقالت نحن ندعم بناء مسار ديمقراطي في سوريا، ولا مشكلة في أن يتعاون الشمال والجنوب في بناء هذا المسار الديمقراطي. الأتراك اعتبروا أن هذا النداء لم يكن صادرا من قسد، وإنما هو نداء أمريكي يمهد لمشروع آخر خلال الفترة القادمة. نفس الكلام أيضا قامت به قسد تجاه بعض التظاهرات التي تحصل في الشمال السوري في مناطق تواجد تركيا، حيث أرسلت أيضا بعض يعني بيانات الدعم لهذه التظاهرات ضد الجيش الوطني، ضد القوى العسكرية الموجودة في الشمال السوري، ضد تركيا، وقالت أن السوريين يمكن لهم بناء مشروع وطني مشترك. إذا رجعنا أيضا إلى كلام بشار الأسد ما بعد يعني الحكومة الجديدة، ونجد أنه تحدث عما يسمى باللامركزية الإدارية وضرورة أن يقوم حزب البعث بدعم اللامركزية الإدارية، وكان مفهوم كلامه أننا يجب أن نحافظ على دولة المركز التي هي دمشق وبعض المناطق الداخلية ونعطي مساحة حرية للأطراف، يعني الشمال والجنوب بشكل ما. كل هذه الأحداث من وجهة نظر تركية تقول هناك صناعة جديدة لسوريا القادمة، ما بين سوريا المفيدة لبشار الأسد، ما بين سوريا منطقة الردع لمشروع إيران. يعني إيران تقول الشمال السوري والجنوب السوري هي منطقة ردع لإسرائيل من أجل أن لا تنتقل إلى العمق الإيراني في إيران. بشار الأسد يقول أنا يجب أن أحافظ على المركز وأترك حرية للأطراف، وبذلك أحافظ على سلطتي وأحافظ على إمكانية عدم قيام إيران بالسيطرة على المركز. يعني يمتلك حرية التفاوض مع دول الخليج، مع تركيا، مع الولايات المتحدة تجاه إيران حين تتورط إيران في هذا المشروع. لهذا السبب المرحلة القادمة معقدة جداً، فيها الكثير من المشكلات، فيها الكثير من السيناريوهات السيئة والأسوأ فيها أيضا. لهذا السبب نعم نجد أن تركيا تبني خطاب مختلف حاليا. إذا نظرنا اليوم مثلا إلى ما يحدث اليوم مثلا في ديار بكر، هناك بعض الأحداث في تركيا يعني تتعلق بقيام تبديد شعارات تدعم زعيم حزب العمال الكردستاني أوجلان. سيصعب يعني سيد أحمد ربما يصعب قراءة
المشهد. تماما تماما. لهذا السبب أنا يعني سأقول جملة مهمة جدا، إيران خططت في كل مرحلتها السابقة على تجنب الصدام داخل إيران، يعني لم تريد أن تتصادم مباشرة مع إسرائيل، وركزت على أن يكون الصدام عبر سوريا والعراق ولبنان. لهذا السبب ستسعى إيران بكل وسعها على أن تبتعد عن التصادم ما بين المراكز، وتركز على التصادم بين الأطراف. والتصادم بين الأطراف يعني تهديد الخليج وتركيا على صعيد خطوط نقل الطاقة، خطوط الإمداد، حتى على صعيد المشاريع العسكرية القائمة حاليا. يعني مثلا أنت اليوم أكبر تهديد للأمن القومي التركي ما هو؟ موضوع اللاجئين. يعني إذا اشتعلت الأطراف في سوريا والعراق أين سيذهب هؤلاء؟ سيختارون طريق أوروبا. طريق أوروبا معناها موجة لجوء جديدة إلى تركيا. الشمال السوري مهدد حيث يتواجد الجيش التركي. لماذا؟ لأن موجات اللاجئين هذه ستتوجه أيضا إلى الشمال السوري، ويشكل ضغط أمني وعسكري أكثر على القوات التركية. هل توجد هناك سيناريوهات لتجنب ذلك؟ للأسف هنا المقاربة التركية فيها إشكالية. حقيقة سيد أحمد ضاق الوقت، يعني اكتملت الصورة والمشهد ربما يتسع كما تفضلت بذكره، ربما تكشف الأيام اللاحقة تفاصيل أكثر ورؤية أوضح لموقف تركيا حيال كل هذه التطورات. اسمح لي أختم مع السيد أيمن أبو محمود، ربما يعني في جزئية ذكرتها أنت سيد أحمد، وهي تتعلق ب مد الجسور من قبل قسد باتجاه الجنوب السوري. سيد أيمن أبو محمود، هل الوضع في الجنوب السوري قابل لاستقبال ما يمكن أن تمد قسد نحوه؟ بعجالة لو سمحت. نعم، هناك يعني تواردت الأنباء بأن القوات سوريا الحرة المتواجدة في منطقة التنف أن لهم ارتباط ب قوات قسد، وكان أيضا الحديث عن تواصل بين عدد من مجموعات عسكرية محلية في السويداء مع أيضا قسد. كان هذا متداولا في الآونة وفي السنوات القليلة الماضية، لكن هذه الإشاعات كانت غير واضحة إن كان هناك التعاون يرتبط بوصول هذه القوات، قوات قسد، إلى جنوب سوريا. كان الحديث خلال السنوات الماضية عن هذا الأمر، لكن لا أعتقد بأن الأمر يتسع لوجود أيضا قوات إضافية. لذلك هناك العديد من الجهات اليوم التي تتصارع ضمن مناطق الجنوب السوري. الواقع الأمني كما تعلم أستاذ إبراهيم سيء جدا. عمليات الاغتيال لا تكاد تتوقف، عمليات الاعتقال، عمليات الخطف. أراد النظام لهذه المنطقة التي تواجه منذ نحو 6 سنوات أن تعيش واقعا دمويا متواصلا ومستمرا. لا يمكن لأي جهة أن توقف هذا الواقع الدموي اليوم ضمن مناطق الجنوب السوري. أشكرك السيد أيمن أبو محمود الناطق باسم تجمع حرار حوران، حدثتنا من عمان. شكرا جزيلا لك، والشكر موصول يا سيد أحمد حسن صحفي ومدير مركز القارات الثلاث، حدثنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لك سيد أحمد. الشكر موصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة لحلقة اليوم من برنامج ثنايا الخبر. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.